يقول لقيت الطيب مثل الطل نادي، لقيت الطيب مثل الطل نادي، ولقينا العز على أهل البل ينادي، أمانة بلغه رئيس النادي ترى شهرته صارت عالمية. الغابة بزودة سدها مع فهدها، الغابة بزودة سدها مع فهدها، العروبة تنومست معبو فهدها، الصياهد عزها الله في فهدها، وبن حثلين يستاهل تحية. يقول توها أيامنا صارت سعودي، توها أيامنا صارت سعودي، من دشينا والبيرك سعودي، ألف هنيا لها الشعب السعودي على محمد زعيم اليعربية. يقول ومره رفيجي لابط علي ومره، رفيجي لابط علي ومره، وجرعت الوقت من حلوه ومره، احب سبيع وعتيبه والمره، واحب كل قبائلها السعوديه. تعرف حنا بدو في العراق في السماوه كنا نتابع اخواننا البدو موجودين في السعوديه، وانطلق المهرجان الملك عبد العزيز الله يرحمه في نسخته الاولى، كنا متابعين ونستانس على الصباغات، تعرف عليهم زاين، وتلهفنا مجينا لهنا. أنا كانت عندي نية أجلس 10 أيام وروح، لكن يوم دشيت المهرجان الفعاليات والعلوم الطيبة وأكثر من ما نصوره، عبارة عن خليج مصغر المهرجان، تواجه القطري تواجه الكويتي وأنا عراقي حتى أجانب، يعني صار كرنفال عالمي، وكرنفال أعطى البدوي قيمته وأعطى البدوي حقه، والقيادة المشرفة عليها الله يعزها من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين ولي عهد أهلمين وبن حثلين، وكل الماخذ حقه وكل الماخذ قسمه، ما في مظلومية لحد، واللجان من أفضل اللجان اللي موجودة، وأعطت حق البدوي، أعطت حقه ودعمتنا حنا كبدو وكعراقيين، كبدو كعراقيين والله دعمتنا دعم ما صاير، ودعم طيب، ويابونا ربعنا جابوهم واستقبلوهم وخلوهم ما شاء الله. أنا من عمر كان 7 سنين توني وعيت على الدنيا، الحمد لله لقيت إن أهلي عندهم بل، عمي خالي وعندنا بل ونروح معهم، وكانوا مدموجين معها اندماج مو طبيعي، فهم علي؟ أذكر أنا رحت يوم من الأيام بتت عند خالي الله طول عمرك، يوم بتت عند خالي طال عمرك، ولا هالناقة تحن الناقة وتحن وكذا وهذه، ولا وأنا أشوف خالي الله يرحمه ما هو بنايم، تعرف حنا بعدنا صغار، ليه؟ قال أنا ما نام دام الناقة ذي تحن، والله إنها الناقة كانت تحن، وكانت تحن على المقهور أعتقد في ذلك الوقت، نعم كان عازي مقهورة وكانت تحن عليه. هي طال عمرك صغار البل، هي صغار البل اللي تنعزل عن امهاتها فتقوم تحن، حتى في شعاره يقول يحن قلب مثل حنة المقهور، فهم علي؟ ايه الله يطول عمرك. وشلون تقول يعني عندنا رباط قديم يقول انت العنوانك غايد يا ابن الصار اللي هم مقهور، يعني تعرف الناقة تروح وترد لمقهورها، تروح وترد لمقهورها، فهذا الرباط وظف على أن الرجال الطيب وربعه يروحون يردون لي، صار لهم مثل مقهور. شوف البدو عنده أهم شيء تشبع ناقته أهم الروحة، وعندهم حب للناقة مو طبيعي، يعني يحبها شان حالها حال عياله. في سنة يعني هذا جديدة في العصر الجديد، في سنة الغزو على العراق 2003 كانت بيوت البركات ما بين الدوانية يبعدون عن ديارهم الحقيقية 300 كيلو، فهم عليه 300 إلى 180 كيلو 200 كيلو. وتعرف كان يوم الغزو النظام انهار، وصار القوي يأخذ الضعيف، وصار الكلام كلام السيف ما هو كلام الخوة وما هو كلام، فقالوا يا بيوت البركات لازم تشيلون، فهمت علي؟ لأنها ماكو أمان، باعركم احتمال تتعرض لغزو، تم يا ابن عبيد يا ابن مشتت يا ابن فلا يا الحشيش، يعني العرب لازم تشيل، فحدوا أعمام طال عمرك، قالوا حنا ذراها من زمان، حنا ذراها من زمان
نطرب ليسار الرصاص واللي يقرب لبلنا من دونه سيوف القصاص. وربع عوض الله كانت الأوضاع مو زينة وهم جنب لهم ولين عودوا للديرة. قال حنا ذراها من زمان نطرب ليسار الرصاص واللي يقرب لبلنا من دونه سيوف القصاص. أذكر لك قصة الشبل، فهم علي؟ أذكر قصة الشبل مع رمانه وسمحة اللي طال عمرك كان لهم خلاف مع زبيد، قبيلة زبيد في الكوت. والمهم والناس كلها اللي يمهم شارت راحت للكوت تربع، وكانت عندهم سمحة ورمانة ومستانسين عليها. وتعرف البل إذا ما ربعت هاي أخوك، تعرف أن البل إذا ما ربعت يجيها الضعف ويجيها تجيها تهزل. المهم فهو اسمه ذياب صاحب البل، الربع كلها طلعوا بس هو ما طلع. جاه الشيخ صغيرة الحسين، الشيخ الشبل جد الحالي المجبل الحسين أنا صغير. قال له ليه ما تروح تربع مع ربعك، ليش ما تروح؟ قال أنا والله أن القوم خربانة معنا، يعني خربانة بالعراق يعني متكاونة معنا، وليا ريحة تخاف البل تروح، وإذا راحت البل صارت نكبة. قال الله شلون تروح بلكم وأنا موجود؟ خل سمحة تنطح الفوار دير تربيع يا ذياب، لا تردها، ألحقها بسرعة لا بتي والروح ترخص دونها. يقول الملك سلمان عزنا وفزعة الينظام، الملك سلمان عزنا وفزعة الينظام، وش ما نمدح ولي العهد ما نلام، ولي عهد العروبة وللعرب صمام، ولي عهد العروبة للعرب صمام، ومن يكسر عدوه مثل كسر الجام يكسره، ومن يكسره ما ينفع الرهام، ومن يكسر عدوه مثل كسر الجام يكسره، ومن يكسره ما ينفع الرهام. أهال بيرق عند محمد، أهال بيرق عند محمد، وحن حزام على الصعبات البيرق عند محمد. الله يطول عمرك. يقولوا بعد جبت هوسة ثانية، يقول جينا من العراق ولا يهمنا تعاب، جينا من العراق ولا يهمنا تعاب، وبنحفلين بالناد نحسب له حساب، حدث عالم بيه العرب ويا جناب، حدث عالم بيه العرب ويا جناب، ويرحب دوم بابه ولا يسكر الباب، ويرحب دوم بابه ولا يسكر الباب. أهالناد ولا تنسد بيبانك، أهالناد ولا تنسد بيبانك، أهالناد ولا تنسد بيبانك، أهالناد ولا تنسد بيبانك، دام المشرف بن حثلين الناد ولا تنسد بيبانك. لا طول عمرك.